انا مش عارف اقول ايه بصراحه على كريستيانو رونالدو صاحب ال 38 عام، غير ما شاء الله هذه قدره الله. طول عمرنا اتعودنا في كره القدم ولاعيبه كتير واساطير كتير عودونا 33 وقلب، 35 وقلب بكتير، 35 وبطل كوره، 35 واخرج من الباب الكبير، 30 واقعد ما تلعبش تاني وكده عملت تاريخ. لا كريستيانو رونالدو بيقول لك 38 سنه وما زلت ماشي في طريقك للباب الكبير، 40 سنه وتخرج من الباب الكبير، مكسر قواعد، بيكسر قواعد اللعبة نفسها. شوف ال6 أهداف اللي جابهم في البطولة العربية اللي بتتلعب وخلصت النهاردة، وشوف الهدفين اللي جابهم في المباراة النهائية النهاردة. أنا مش هتكلم عن الهدف الأولاني اللي هو جابه بالرجل عادي، جاب منه أهداف كتير جدا، ولا الهدف اللي بالرأس اللي جاب منه كتير جدا، اللي بيرتقي فيه ارتفاقات عالية جدا. أنا بتكلم على الاستعداد النفسي والشغف والفرحة بالأهداف، وأنا بلعب في النصر، وأنا بلعب في البطولة العربية، بطولة كانت ودية السنة اللي فاتت. بلعب بطولة ما تجيش 1/10 من البطولات اللي أنا لعبتها، كؤوس عالم مع منتخب البرتغال، بطولة أوروبا للمنتخبات، بطولة أوروبا للأندية، كلاسيكو، دوري أسباني، دوري إنجليزي، دوري إيه ده؟ أنا كريستيانو رونالدو بيخليك فعلا تبقى قاعد فخور إن أنت بتتكلم عنه، إنك بتحلل مباراة هو بيلعب فيها، إنك بتتكلم عن هدف وهو بيسجله. فخر كريستيانو رونالدو حاجة عظمة. 6 أهداف وهداف البطولة، وجايب هدفين النهاردة للنصر متأخر بلاعب، كانوا بيلعبوا 10 يا جماعة النهاردة، متأخرين بهدف وبيلعبوا 10. كريستيانو رونالدو سجل هدفين، هدف في نهاية الشوط الأول وهدف في نهاية الشوط الثاني، حاجة عظمة، حاجة جميلة، حاجة تخليك تفتخر فعلا فعلا فعلا. أنت لا تبقى مبسوط وانت بتتفرج على، تسيب اللي وراك وتتفرج على المباراه ديت وتتسلى وتستمتع. هي مباراه شيقه ومباراه جميله جدا، بتديك ثمار تعب. انت بتشوف نفسك فين النهارده؟ انت النهارده عندك 38 سنه، ما تيأس، هتيأس ليه؟ ما كريستيانو النهارده عندك اهو لعيبه شباب ولسه صاعدين وبيلعبوا معاه وبيسجل اهداف وبيلعب وبيجي. تشوفوا كام سبرنت فتح النهارده في الملعب، وجاب هدف على فكره ثالث وطلع تسلل. مش هتكلم على التسلل برضه، انا هتكلم على السرعه والاستماتة، واللي قلبه ميت ورا الكورة وقدر يلحقها بسرعته قبل ما الحارس يطلع ويسجل. كفاية كريستيانو رونالدو كلام كده، أنا ما عنديش كلام تاني أقدر أقوله غير ألف شكر، وربنا يمن عليك بالإسلام وتنصر المسلمين زي ما نصرت نفسك ونصرت جمهورك ونصرت عشاقك. ناقص إنك أنت تنصر الإسلام والمسلمين باعتقادك بالإسلام، عشان احنا كنا بنحبك نفسنا تبقى حد كويس وتبقى اخرتك كويسة وتبقى واحد مننا.